لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بسم الله، والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السعي بين الصفا والمروة. لا يصح السعي إلا بعد طواف، فمن شاء سعى بنية الفرض بعد طواف القدوم، ومن لم يطف طواف القدوم انتظر فسعى بعد أن يطوف طواف الإفاضة 7 مرات. ويبدأ بالصفا ويختم بالمروة، والذهاب يعد مرة والرجوع مرة. ويصح السعي من الحائض والجنب، ويقول في سعيه ومشيه بين الصفا والمروة: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ويقرأ القرآن. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.